السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نستمر مع Autodesk Fusion 360. راح نستمر بتعلم إنتاج الأشكال المجسمة من خلال تحويل الشكل ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد. حاليا راح نستعمل أسلوب آخر وهو رسم الأسطوانة. خلينا نشوف شلون راح نرسم الأسطوانة. ندخل على سكتش، نختار سيركل اللي هي دائرة. سيركل اقدر اضغط على كلمه دائره واقدر اختار نوع الدائره اللي اريد ارسمها. احنا ما نريد نعقد امورنا من البدايه. ناخذ سيركل، كليك على السيركل سنتر، معناته انه احدد المركز واحدد القطر او نصف القطر للدائره. اختار المحور العمودي هذا المستوي راح ارسم عليه. اضغط كليك بالزر الايسر على هذا المستوي، انتقل المشهد الى المستوي مثل ما قلنا سابقا توب، كأنه سننظر إلى الورقة من الأعلى. خلي أرسم الدائرة تبدأ في الزيرو، في الأوريجين، نقطة الأصل أو نقطة الصفر، صفر صفر أو الأوريجين تسمى نقطة الأصل. كليك وأسحب. زين، من ده أسحب طبعا مثل ما تعرفون من المركز، من مركز الدائرة الى الماوس، وين اني واقف حاليا بالماوس، هذا يسمى نصف قطر، نصف قطر الدائرة. وايضا يظهر في هذا المربع الازرق، حاليا نشوف الارقام تتغير دايناميكلي، تتغير بشكل مستمر ويا حركة الماوس. اختار اي مكان واضغط، بعدين نتعلم شلون ندخل احداثيات دقيقة حسب الرسوم الهندسية اللي عندنا او التصميم اللي ببالنا نريد نسوي ببالنا. مثلا اضغط هنا واسوي كليك، لفت كليك اقصد به. حاليا مثل ما تشوفون دائرة مغلقة بشكل مغلق. ما دام الشكل مغلق فيوجن اوتوديسك فيوجن 360 راح يفهم انه هذا الشكل مغلق، فلذلك يظلل من الداخل بالبرتقالي الفاتح، معناته انه هذا الشكل مغلق ومن الممكن انه انتج من عنده اشكال مجسمة. رسمت الدائرة، انهيت الرسم خلاص. اروح الى ستوب سكتش، وقفت الرسم خلاص. اذا معناته احوله من رسم الى مجسم، راح اعطيه ارتفاع البعد الثالث مثل ما قلنا. ايضا قبل ما نبدا باعطاء البعد الثالث او الارتفاع، اقدر اضغط على الماوس ويل اللي هي عجله الماوس الوسطيه اذا كانت عندي، وانزل كليك واستمر بالضغط وانزل اسحب الورقه نحو الاسفل حتى اقدر اشوف بشكل افضل. فقط شيل ايدي. زين، هسه حالي هذا المشهد مالتي. طبعا انا ما غيرت مكان الدائره، غيرت فقط الورقه، كانه حركت الورقه، ورقه مرسوم عليها رسم وحد احرك الورقه مقارنه بالكاميرا اللي هي انا اشوفها. زين، حاليا عندي دائره مرسومه على توب بلين، على المحور العمودي او المحور العلوي. هسه اريد ابثق هاي الدائره. البثق هي عمليه اعطاء شكل ثنائي الابعاد عمق او ارتفاع، نفسرها ان شاء الله بعدين نشوف من جاي اصل الكلمه. اجي اقول لك كرييت، اقدر اقول لك كرييت. بعد احنا نتعلم انه رايت كليك بريس بول، وتعلم انه كرييت اكسترود. طريقه اخرى هي اضغط على هذا فقط اكسترود، لانه هذا يستخدم بشكل متكرر وبكثره، فلذلك خلوه على الواجهه. طبعا هاي الواجهه اقدر اغير بها بعدين، مو موضوعنا حاليا. اكسترود كليك، شوف ظهرت لي نافذه الاكسترود. راح اضغط على الدائره بالزر الايسر. طبعا كل شيء من اقول اضغط معناته بالزر الايسر، من اقول بالزر الايمن معناته انه احتاج انه اطلع قائم او شيء اخر. كليك بالزر الايسر، فاذا اللي ظهر لي هو هذا السهم وهذا المربع يبين لي الارتفاع. اقدر ادخل القيمه بالمربع او اقدر اسحب السهم فقط. للسهوله خلينا نبدا بسحب السهم. اعطي ارتفاع معين مثلا 90 ملم، 90 ملم، اقول اوكي. اسوي سكرول بالماوس، زوم ان زوم اوت، زوم هذا تقريب الصوره او تبعيد الصوره، مو تكبير وتصغير الجسم. انتبهوا زين، فرقوا بين هاي النقطه رجاء. زين، صار عندي هسه اسطوانه مثل ما قلنا اوربت، اقدر اشوفهم من مختلف الجوانب. اطلع من الاوربت اوكي، ثم ارجع على هوم. اسطوانه، حصلت على الشكل الاسطواني. زين، هسه حاليا
افتهمنا شلون نسوي حصان على الاسطوانه. حتى نعيد المعلومه، اختار سكتش، من السكتش اختار دائره سيركل سنتر دايمتر سيركل، ثم اختار احد المستويات، اختار المستوي الاولي اللي هو هذا اسفل، ثم ارسل اكليك عليه راح يظهر لي كانه ارسم على ورقه، ارسم الدائره اعتمادا مركزها من نقطه الصفر الاوريجن، ثم اعطيها نصف قطر، بعدها اقول له اند سكتش، ثم ارجع هنا اسوي له اكسترود، حصلت على شكل الاسطواني. ارجو ان تكون واضحه، وان شاء الله نستمر في الحلقه القادمه. شكرا.